وقفات مع هدي الرسول لفضيلة الشيخ لحسن سليماني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لهذه السلسلة المباركة من الوقفات مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا تكون لنا اليوم بحول الله تبارك وتعالى وبحسن توفيقه وقفة مع هديه صلى الله عليه وسلم في بعض المتغيرات الفلكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادف ذات مرة أن خسفت الشمس على عهده عليه الصلاة والسلام، فلما خسفت الشمس قال الناس: خسفت الشمس لموت إبراهيم. إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية. صادف أن كان هذا الخسوف وقع في اليوم الذي توفي فيه هذا إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فظن الناس أن خسوفها مرتبط بهذا الأمر، فبادر صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح هذا المعتقد الفاسد الذي ربما ما زال موجود عند بعض الناس، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي، ينجلي ما بكم. فعمد صلى الله عليه وسلم إلى مسجده، واجتمع الناس من حوله، وصلى بهم صلاة الكسوف التي لم يصليها في حياته إلا مرة واحدة، وهي صلاة تختلف عن سائر الصلوات التي ألفناها، وذلك أنها تشتمل على 4 ركوعات في ركعتين، ففي كل ركعة ركوعان، يكبر ويقرأ ما تيسر، ويركع طويلا ثم يرفع ويعود للقراءة من جديد، فيقرأ أيضا ما تيسر، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويكون رفعه بعد ركوعه الثاني معتادا كما هو الحال في غيره من الصلوات، ثم ينزل ويسجد سجدتين معتادتين ولكن مع طول، يطيل في كل واحدة منهما طولا كثيرا قرابة قيامه، ثم يرفع صلى الله عليه وسلم ويرفع الناس معه، ويأتي أيضا بنفس النمط فيقرأ ما تيسر، ثم يركع ويطيل الركوع بنحو قراءته قبل ذلك، ثم يرفع ويعود للقراءة من جديد، ويطيل القراءة بما تيسر، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قراءته تلك أو نحو من قيامه ذلك، ثم يرفع وينزل للسجود ويطيل السجود. فهذه هي صفة صلاة الكسوف التي تكون لكسوف الشمس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما انتهى منها قام ووعظ الناس وحذرهم من الله تبارك وتعالى ومن عذابه ومن عقوبته ومن سخطه جل وعلا ومن غضبه، وبين لهم كثير مما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه في ذلك اليوم، لأنه أوري الكثير مما لم يكن قد رآه قبل، فعرضت له الجنة والنار في عرض الجدار الذي في قبلته صلى الله عليه وسلم. فهذا قلنا نوع من هكذا كان يتعاطى صلى الله عليه وسلم مع هذه الظاهرة. قال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا تخسفان لأن فلانا مات، ولا لأن فلانا ولد، ولا لأن فلانا غضب، ولا لأن فلانا رضي. سخط أم رضي، كل ذلك عند الله سواسية، لا يغير في الكون شيئا، وإنما هما من آيات الله تبارك وتعالى يرسلهما على الخلائق فيخسفهما ويكسفهما متى شاء لإظهار قدرته جل وعلا وضعف الخلائق واحتياجهم إلى ما عند الله جل وعلا. فمسح صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد من قلوب أصحابه، حيث أنه لم يكن لهم بذلك علم،
وإنما قالوا هكذا بحسب ما بدا لهم، خسفت الشمس لموت إبراهيم. فإذا معاشر المسلمين، لا يحل لأحد منا ولا يجوز له أن يقول جاء الكسوف بسبب موت فلان، أو جاء الخسوف لموت فلان، أو خسفت الشمس لأنه قد ولد عظيم أو قد مات عظيم. فهذا كله من أقوال أهل الشرك ومن أقوال أهل الجاهلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مواصلة منه لغرس العقيدة الصحيحة في نفوس أصحابه حتى لا يبقى لهم شيء من الارتباط بما يسمى بالطبيعة، خطبهم عليه الصلاة والسلام كما قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه: صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات صبيحة على إثر مطر أو على إثر سماء كانت من الليل، يعني بالحديبية، على إثر نوء، يعني على إثر هطول مطر في الليل. ففي صبيحة ذلك اليوم صلى بهم صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انتهى من صلاته وانصرف منها أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، أو كافر بي مؤمن بالكوكب. هكذا صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن لهم في هذه الناحية، فأعطاهم الدرس اللائق المناسب للمقام، لأن من الناس من يقول إذا جاء المطر مطرنا بسبب النوء الفلاني، ومطرنا بسبب الأمر الفلاني من الأمور الطبيعية أو الظواهر الأخرى، ولا يربطون ولا يعيدون ذلك لفضل الله ورحمته. فلذا قال لهم أن مبلغا عن الله جل وعلا أن الله عز وجل قال أنه قد أصبح من عباده مؤمن به وكافر به. فالمؤمن به من قال هذا من فضل الله ومن رحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته. وأما الكافر به فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا هو الإيمان بالكواكب والخضوع لها والإذلال والانصياغ لها والانجرار خلفها، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن من الناس وهو موجود إلى يومنا هذا من يقول أن لهذا الأمر تعلق حتى بالأشخاص: مات فلان فجاء المطر، مات فلان فانطلقت الريح، لما غسل فلان جاءنا ريح، ولما مات فلان جاءتنا ريح، ولما مرض فلان أو غضب توقفت الأمطار عن الناس. بل إن هناك في خلق الله، وإن كان هذا غير موجود في المسلمين والحمد لله، من يؤمن أن للمطر إله غير رب العالمين جل جلاله، ولهذا نجدهم يسمون بعض آلهتهم إله المطر، فقد انقطع المطر لعدة أعوام عن بلد من بلاد الكفار، فقدر الله أن جاءهم ملك من ملوك الأرض زائرا، فلما جاءهم هطلت عليهم الأمطار طيلة مكثه عندهم، فلما غادر سموه بإله المطر، وما زالوا يعبدونه إلى الآن ويصرفون له شيئا من عباداتهم، نسأل الله السلامة والعافية. لأنهم لما تصادف مجيئه مع مجيء المطر قالوا: أتانا بالمطر، فلما ذهب توقف قالوا: ذهب وذهب معه المطر، فصار هو المتصرف عندهم وفي معتقدهم في الأمطار. وما الأمطار إلا خلق من خلق الله تبارك وتعالى، مأمورة بأمر الله عز وجل، يوجهها حيث يشاء ويصرفها عمن يشاء، كما قال تبارك وتعالى: ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآية. فهذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى، ينبغي للمؤمن أن يخضع فيها تماما كما يخضع فيما سواها لله عز وجل، ويجعلها من قدرة من أمر الله،
ومما يقول الله له كن فيكون، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، لا تعلق للخلائق بهذا الأمر ولا تأثير لهم فيه، ولو اجتمع الإنس والجن قاطبة وأرادوا تقديمها أو تأخيرها أو دفعها أو جلبها لما أمكنهم شيء من ذلك، بل هذا لله عز وجل وحده الذي يفتق السماوات فتمطر، ويفتق الأراضين فتنبت، وجعل من الماء كل شيء حي. أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللهم احي قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام بالإيمان بك وبذكرك وبتلاوة كتابك وبالسير على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واصرف عنا البلاء يا ذا الجلال والإكرام والوباء. اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر برحمتك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، واجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.